إخواني أخواتي، السلام عليكم، ولا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أتينا اليوم بجدول ترتيب الميداليات لحد الساعة. إذن تركيا في المرتبة الأولى كالعادة بسم الله ب 32 ميدالية ذهبية و 15 فضية و 21 برونزية بالمجموع 68. إيطاليا في المرتبة الثانية ب 23 ميدالية ذهبية 30 فضية و 25 برونزية بمجموع 78. الجزائر اليوم تحصد ميدالية ذهبية بمجموع 15 ذهبية 12 فضية 10 برونزية ب 37 ميدالية. صربيا بالمرتبة الرابعة ب 10 ذهبيات 4 فضية و 7 برونزية بمجموع 21. إسبانيا في المرتبة الخامسة ب 9 ذهبيات و 13 فضية و 14 برونزية بمجموع 36. فرنسا في المرتبة السادسة ب 8 ذهبيات 14 فضية و 24 برونزية بمجموع 46. مصر في المرتبة السابعة ب 7 ذهبيات 10 فضية و 15 برونزية بمجموع 32. تونس ترتقي المرتبة الثامنة ب 3 ذهبيات 7 فضيات و 11 برونزية بمجموع 21. كرواتيا بالمرتبة التاسعة ب 3 ذهبية 4 فضية و 6 برونزية بمجموع 13. تليها اليونان بالمرتبة العاشرة، ثم كوسوفو في المرتبة 11. المغرب يرتقي المرتبة 12 بفوزه بذهبيتين اليوم. قبرص في المرتبة 13. 14 سلوفينيا. المرتبة 15 سان مارينو. المرتبة 16 سوريا الذي تحصد بذهبيتين اليوم. المرتبة 17 ألبانيا. المرتبة 18 البرتغال. المرتبة 19 مقدونيا الشمالية. المرتبة 20 موناكو. المرتبة 21 جبل مونتينيغرو. المرتبة 22 مالطا. المرتبة 23 البوسنة والهرسك. المرتبة 24 ليبيا. إخواني، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا من فضلكم الاشتراك في قناتي ووضع علامة جيم ووضع تعليق وعمل تعليق من فضلكم ولو بأموجي. إذن سنأتيكم بالأخبار غدا إن شاء الله بجدول ترتيب اليوم الغد، فاشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد. السلام عليكم الإخوان، عاونوا ولاد بلادكم، ما تنساوش الإخوان.